بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سنتناول اليوم بالشرح درس من دروس اللغة العربية للصف الأول الإعدادي، ألا وهو درس عشقناك يا مصر. درسنا النهاردة بعنوان عشقناك يا مصر، ده نص شعري للشاعر فاروق جويدة. طب تعالوا نشوف مع بعض التعريف بالشاعر. الشاعر فاروق جويدة شاعر مصري معاصر، ولد بمحافظة الجيزة عام 1946 ميلادي. من أعماله أوراق في حديقة أكتوبر، آخر ليالي الحل، لأني أحبك، ومن أعماله المسرحية الوزير العاشق ودماء على ستار الكعبة. تعالوا مع بعض نبدأ أول بيتين في النشيد. الشعر بيقول: حملناك يا مصر بين الحنايا وبين الضلوع وفوق الجبال، عشقناك صدرا رعانا بدفء وإن طال فينا زمان الحنين. نقرأ مرة كمان: حملناك يا مصر بين الحنايا وبين الضلوع وفوق الجبين، عشقناك صدرا رعانا بدفء وإن طال فينا زمان الحنين. تعال نشوف أهم المعاني اللي في البيتين. عندي كلمة حملناك معناها رفعناك، والمراد حفظناك. الحنايا الأعماق ومفردها الحنية. بين الضلوع المراد في قلوبنا، ومفرد الضلوع الضلع. الجبين الجبهة، بين قوسين كده مقدمة الرأس، وجمع الجبين الأجبنة والأجبن والجبن. عشقناك أحببناك وعكسها كرهناك. صدرا المراد أما والجمع صدور. رعانا حفظنا وعكسها أهملنا أو ضيعنا. دفء حنان وعكسها قسوة. طال امتد ومضادها قصر. زمان جمعها أزمنة وأزمن. الحنين الشوق. طيب تعال نشوف شرح الأبيات. هو هنا طبعا الشاعر بيتكلم عن حب المصريين لبلدهم مصر. يقول: حملناك يا مصر بين الحنايا. الشاعر قلنا بيتكلم عن حب المصريين لمصر، وان هم من شدة حبهم لمصر انهم يحملونها في قلوبهم. قلنا الحنايا اللي هي الاعماق، المصريين من شدة حبهم لمصر يحملون مصر في اعماقهم وكمان في قلوبهم وفوق رؤوسهم، ويعشقونها عشق الأبناء لأمهم التي ترعاهم وتحافظ عليهم. يبقى شرح البيتين دول أن الشاعر يقول أن المصريين يحملون مصر في أعماقهم وفي قلوبهم وفوق رؤوسهم، ويعشقونها عشق الأبناء لأمهم التي ترعاهم وتحافظ عليهم. طب تعال نشوف أهم الأسئلة اللي على البيت الأول والتاني. السؤال الأول بيقول لي: ما مظاهر حب المصريين لوطنهم كما فهمت من الأبيات؟ تعال نشوف الإجابة. من مظاهر حب المصريين لوطنهم كما فهمنا من الأبيات: حيث أن حب مصر يسكن في قلوبهم، يقصد قلوب المصريين، ويعلو فوق رؤوسهم، ويعشقونها عشق الأبناء لأمهم التي ترعاهم فيشتاقون إليها في كل حين. طبعا الكلام ده احنا قلناه في الشرح. شوف السؤال اللي بعده: كيف يعشق المصريون وطنهم؟ السؤال يجي بطريقة تانية: بما يشعر أبناء مصر تجاهها؟ يعشقون وطنهم اللي هم المصريين
يعشقون وطنهم بعشق الأبناء لأمهم التي ترعاهم وتحنو عليهم، فيشتاقون إليها في كل حين. بما يشعر الشخص البعيد عن وطنه، الشخص اللي بيسافر وبيسيب بلده وبيسيب وطنه، بما يشعر؟ أكيد بيشعر بالغربة والشوق والحنين للوطن. مظاهر الجمال اللي في البيت الأول والثاني: حملناك يا مصر. طيب، هي مصر دي شيء مادي عشان يحمل؟ لا طبعا، هنا تعبير جميل، صور مصر بشيء ثمين يحمل. يا مصر، أسلوب نداء غرضه التعظيم، وصور مصر بإنسان ينادى. بين الحنايا وبين الضلوع، كون إن المصريين يحملون مصر في أعماقهم وفي قلوبهم، ده بيدل على شدة حب المصريين لبلادهم. فوق الجبين صور مصر بتاج يعلو فوق الرؤوس، مما يدل على اعتزاز المصريين بوطنهم مصر وعلو مكانته في نفوسهم. عشقناك صدرا، قلنا في المعاني صدرا يعني أما، هو هنا بيصور مصر بالإيه؟ بالأم التي ترعى أبناءها وتحنو عليهم. تعبير جميل، صور مصر بالأم التي ترعى أبناءها وتحنو عليهم. إن طال فينا زمان الحنين، في أسلوب هناخده السنة دي اللي هو أسلوب القصر. هنا الشاعر في الأسلوب ده بدل ما يقول إن طال زمان الحنين فينا، قال إن طال فينا زمان الحنين. هنا الشاعر عمل تقديم للجار والمجرور اللي هو فينا، فتقديم الجار والمجرور ده بنقول عليه أسلوب قصر. أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور يفيد التوكيد والتخصيص. الضمير في كلمة نا، الشاعر هنا استخدم الضمير نا، حملناكي، عشقناكي. استخدام الضمير نا ده بيوحي بإجماع المصريين على حب مصر. نشوف اللي بعده، البيت اللي بعده: سيبقى نشيدك رغم الجراح يضيء الطريق على الحائرين. تعال نشوف أهم المعاني: سيبقى، سيظل أو سيستمر، عكسها يفنى ويزول. سيبقى نشيدك رغم الجراح، كلمة الجراح المراد بها الشدائد، ومفرد الجراح الجرح. يضيء الطريق على الحائرين، الحائرين الضالين التائهين، وعكسها المهتدين، ومفردها الحائر. طيب، كلمة نشيدك اللي هي سيبقى نشيدك، نشيدك هنا المراد صوتك، يضيء ينير وعكسها يظلم. الشاعر هنا في البيت ده طبعا متفائل بمستقبل مصر، بيقول ان رغم الشدائد ورغم المحن التي ستمر بها مصر او التي تمر بها مصر، ان صوت مصر سيظل مرتفعا وسيظل يضيء طريق الايه؟ الحائرين والتائهين، وده تفاؤل بمستقبل مصر. السؤال الأول: الشاعر متفائل بمستقبل الوطن، وضح ذلك. حيث أن الشاعر يقول أن صوت مصر رغم الشدائد سيبقى مصباحا ينير طريق الحائرين ويهديهم إلى الصواب. ماذا أفاد قول الشاعر رغم الجراح؟ الشاعر هنا في البيت بيقول سيبقى نشيدك رغم الجراح. كلمة رغم الجراح ماذا تفيد؟ تفيد أن مصر قادرة على مواجهة الشدائد والمحن، إن رغم وجود شدائد ومحن، مصر قادرة على مواجهة هذه الشدائد والمحن. طب عندي كلمة الجراح وكمان عندي كلمة الحائرين، بما توحي كلمة الجراح وكلمة الحائرين؟ كلمة الجراح توحي بكثرة ما يتعرض له الوطن من آلام وشدائد، أما كلمة الحائرين فتوحي بالارتباك والتردد. مظاهر الجمال: سيبقى نشيدك، شايفين السين اللي في كلمة سيبقى؟
حرف السين ده بيفيد المستقبل القريب، حرف السين في سيبقى للمستقبل القريب. وطبعا من الثوابت الجمالية إن أي فعل مضارع بيفيد التجدد والإيه والاستمرار، الفعل يبقى يفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة. رغم الجراح، تصوير للشدائد بالجراح المؤلمة. ممكن أقول كمان تعبير جميل يدل على أن مصر قادرة على مواجهة الشدائد والمحن. وكمان كلمة الجراح جاءت جمعا لتوحي بكثرة ما يتعرض له الوطن من شدائد. يضيء الطريق على الحائرين. طيب هو نشيد مصر ده مصباح عشان ينير الطريق، هو هنا تعبير جميل، صور نشيد مصر بمصباح يضيء طريق الحائرين، مما يوحي بعظمة دورها. البيت اللي بعده: سيبقى عبيرك بيت الغريب وسيف الضعيف وحلم الحزين. تعال نشوف أهم المعاني. سيبقى عبيرك، العبير الرائحة الطيبة، والمراد هنا أرضك. سيبقى عبيرك بيت الغريب، الغريب رجل ليس من القوم والبلد، وجمع الغريب الغرباء. سيف المراد قوة، وجمع سيف سيوف وأسياف. سيبقى عبيرك بيت الغريب وسيف الضعيف وحلم الحزين، الحلم اللي هو المراد أمل أو فرحة، وجمع حلم أحلام. طبعا تفاؤل الشاعر بمستقبل مصر مستمر أيضا في هذا البيت، بيقول إن مصر وأرض مصر ستظل مأوى للغرباء، بيت الغريب، وسيف الضعيف يعني مصدر قوة للضعفاء. وبيقول كمان إن مصر ستظل أمل وفرحة للإيه؟ للحزين. وده تفاؤل الشاعر أيضا بمستقبل مصر. أول سؤال: الشاعر متفائل بمستقبل الوطن، نفس السؤال اللي قلناه هناك، حيث أن الشاعر يقول ستبقى أرض مصر مأوى لمن يرغب في الأمان، ومصدر قوة للضعيف، وفرحة للحزين. مصر تحتضن الجميع رغم جراحها، وضح ذلك. نعم، وذلك لأن مصر ستبقى مأوى لمن يرغب في الأمان، ومصدر قوة للضعيف، وفرحة للحزين. فبما إن مصر مأوى لمن يرغب في الأمان، وكمان مصدر قوة للضعيف وفرحة للحزين، إذن فهي تحتضن الجميع رغم إيه؟ رغم جراحها. ماذا يفيد تعدد العطف في البيت الرابع؟ يعني شوف هنا كده بيقول لك بيت الغريب و سيف الضعيف و تعدد حرف العطف الواو بيفيد ايه؟ تعال نشوف مع بعض. يفيد تعدد وتنوع الادوار التي تقوم بها ايه؟ مصر. طبعا حرف العطف بيفيد التعدد والتنوع، هنا بيفيد تعدد وتنوع الادوار التي تقوم بها مصر، اي انها بيت للغريب، وكمان سيف للضعيف، وكمان حلم للايه؟ للحزين. بما يشعر الشخص الغريب والشخص الحزين والشخص الضعيف في مصر؟ الغريب بيشعر بالأمان، أما الضعيف يشعر بالقوة، الحزين يشعر بالفرحة. ماذا تمثل مصر للغرباء؟ مصر بتمثل للغرباء، تمثل لهم مأوى آمنا، تمثل لهم مأوى آمنا. مظاهر الجمال: سيبقى عبيرك بيت الغريب، هو هنا شبه عبير مصر بالبيت الآمن، بيقول عبيرك بيت، تصوير لعبير مصر بالبيت الآمن لكل غريب. وده بيدل على إيه؟ مما يدل على احتضانها، يقصد مصر، واحتوائها للجميع. سيف الضعيف، هنا كمان تصوير لعبير مصر بالسيف في يد الضعفاء. حلم الحزين، تصوير لعبير مصر بالحلم الذي يسعد كل حزين.
البيت اللي بعده: سيبقى شبابك رغم الليالي ضياء، سيبقى شبابك رغم الليالي ضياء يشع على العالمين. الليالي المراد الظروف القاسية، مفردها الليلة. يشع ينتشر نوره، وعكسها يظلم. ضياء نور، وعكسها ظلام. العالمين الخلق كله، ومفردها العالم. الشاعر هنا برضو في البيت ده بيتكلم عن شباب مصر، وبيقول: سيبقى شبابك، طبعا هنا يقصد شباب مصر، رغم الليالي أي رغم الظروف القاسية والظروف الصعبة، نورا ينير العالم كله أو ينير طريق الخلق كله. تعال نشوف أهم الأسئلة اللي على البيت. ماذا أفاد استخدام حرف السين في ستبقى؟ قلناها قبل كده، يفيد المستقبل القريب. علامة يدل تكرار لفظ، يعني الشاعر هنا كرر الفعل ده 3 مرات: سيبقى عبيرك، سيبقى شبابك، وفي سيبقى تانية كررها 3 مرات. تكرار الفعل سيبقى يدل على أن مصر باقية مهما كانت الظروف. علامة يدل تكرار لفظ رغم، يدل على مدى الصعوبات التي مرت بها مصر، يدل على مدى الصعوبات التي مرت بها مصر. ما الآمال التي يرجوها الشاعر لمصر؟ تعال نشوف الآمال التي يرجوها الشاعر لمصر: أن يظل صوتها الجميل الذي يتغنى بأمجادها رغم جراحها، أن تظل مأوى آمنا للغريب والضعيف والحزين، أن تظل شابة فتية بسواعد شبابها ويظل لها دورها الرائد في العالم. علامة يدل مساعدة مصر لغيرها رغم جراحها، مساعدة مصر لغيرها رغم جراحها يدل على عظمة مصر. مظاهر الجمال: سيبقى شبابك ضياء يشع على العالمين. شبابك ضياء، هنا شبه الايه؟ شبه شباب مصر بالنور، تصوير لشباب مصر بالشمس التي تنشر ضوءها. وتعبير جميل يدل على الدور المميز لشباب مصر في كثير من بلاد العالم. رغم الليالي، تصوير للظروف القاسية بالليالي في ظلمتها. الليالي جاءت جمعا لتفيد الكثرة، ودي برضو من الثوابت الجمالية، إن أي كلمة جمع بتفيد الكثرة. الليالي ضياء، بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكده. البيت الأخير: فهيا اخلعي عنك ثوب الهموم، غدا سوف يأتي بما تحلمي. هيا أسرع، وعكسها أبطئ. كلمة أبطئ هنا الهمزة مكتوبة غلط، المفروض الهمزة على الياء لأن ما قبلها مكسور. هيا أسرع، وعكسها أبطئ. اخلعي انزعي، وعكسها ارتدي. كلمة فهي اخلعي عنك ثوب، ثوب اللي هو الملبس، وجمع ثوب ثياب وأثواب. الهموم الأحزان، وعكسها الأفراح، ومفرد الهموم الهم. تحلمين تتمنين، تحلمين تتمنين. ماذا يطلب الشاعر من مصر في البيت الأخير؟ نشرح بس البيت الأول. هو الشاعر هنا طبعا بيطلب من مصر إن هي تتجرد من كل همومها وأحزانها، وبيبشرها كمان بمستقبل مشرق، بيقول لها: غدا سوف يأتي بما تحلمين. ماذا يطلب الشاعر من مصر في البيت الأول؟ بيطلب منها أن تتخلص من أحزانها وشواغلها، مبشرا إياها بمستقبل مشرق تتحقق فيه أحلامها وتستعيد مكانتها. بما شبه الشاعر مصر، وبما شبه الهموم، شبه مصر بإنسان يرتدي ثوبا. بيقول لها اخلعي عنك ثوب الهموم، كأن مصر إنسان يرتدي ثوبا.
ويطلب منه خلعه، كما شبه الهموم بالثوب. لماذا استخدم الشاعر كاف الخطاب في الأبيات؟ حملناك، عشقناك. الشاعر في الأبيات استخدم كاف الخطاب، ده بيدل على لاستحضار صورة مصر أمامه وكأنها إنسان يخاطبه، مما يدل على شدة حبه لها. أيهما أجمل ولماذا؟ تحلمين ولا تطلبين؟ الأجمل تحلمين. ليه؟ لأن الحلم يوحي بالتفاؤل والأمل، كما أنه يتحول إلى واقع بالجد والاجتهاد. الحلم فيه تفاؤل وممكن إن أنت تحققه بالجد والاجتهاد، أما الطلب ففيه رغبة في تحقيق الأحلام ولكن دون بذل مجهود، فعشان كده الأجمل تحلمين. بما سيأتي الغد؟ يأتي الغد كما تحلم وتتمنى مصر. مظاهر جمال: هيا، اخلعي، أسلوب أمر غرضهما النصح والإرشاد. اخلعي عنك ثوب الهموم. هنا الشاعر برضو عمل تقديم للجار والمجرور، بدل ما يقول اخلعي ثوب الهموم عنك قال اخلعي عنك ثوب الهموم، وعمل تقديم للجار والمجرور اللي هو عنك. وقلنا لما بيكون في تقديم للجار والمجرور ده بنقول عليه اسلوب قصر يفيد التوكيد والتخصيص. ثوب الهموم تصوير للهموم بثوب تخلعه مصر لتتخلص من أحزانها، وكمان كلمة الهموم جاءت جمعا للكثرة. غدا سوف يأتي بما تحلمين، تصوير للغد بإنسان يأتي، بيقول غدا سوف يأتي، وكأن الغد ده إنسان يأتي، تصوير للغد بإنسان يأتي حاملا معه البشرى لمصر. تحلمين تصوير لمصر بإنسان يحلم. وبكده يبقى خلصنا النص الأول اللي هو عشقناك يا مصر.